أنه يكون إيجاب وقبول. هنا تختلف عن الوصية. في الوصية أنا كموصي نروح ندير وصية لإنسان، نروح عند الموثق بإرادة منفردة ندير هذه الوصية. إنما الهبة لا، الهبة إذا كنت انتية كواهبة وأنا موهوب له، قررتي أنك توهبي لي مثلا شقة أو عقار أو منقول أو أي شيء آخر، نعم هذا يدخل فيما يسمى بالمنقولات. أما العقارات فهي الشقق، الأراضي وغير ذلك، باش نبسطوا الأمور للمشاهدين. قررت أنك توهبيها لي، لا يكفي قرارك فقط أنك توهبيها لي، يجب أن أوافق أنا أيضا، يعني يجب أن أوافق على أنه توهبي لي هذا الشيء الموهوب له، وهذا ما يسمى بالإيجاب والقبول. أنت تعرضين الشيء وأنا أوافق على ذلك، إذا عرضتين نوافق يعني ما كاش مشكلة. هذا أول شرط، الإيجاب والقبول. كذلك فيما يخص الشروط يعني العامة للعقود، وهناك شروط تكون في الواهب. الواهب يجب أن يكون بالغ سن الرشد طبعا، يعني 19 سنة، برافو، يجب أن يكون في كامل قواه العقلية، عاقل، لا يجب أن يكون محجور عليه كذلك. هذه الشروط اللي في الواهب. كيفاش محجور عليه؟ محجور عليه لأنه هناك حالات خاصة يمكن أنه الشخص من العائلة تاعو يحجر عليه، لأنه ممكن فاقد الأهلية، يفقد الأهلية، أنه راهو عقله ممكن يعني ماهوش يتمتع بكامل قواه العقلية، ممكن كذلك يكون سفيه إلى غير ذلك. هناك شروط في يعني الحجر، مريض، مرض عقلي نقولوا أكثر من أنه مرض جسدي. ما يكونش محجور عليه، إنما الموهوب له لا، يمكن أن نهب حتى لو كان الموهوب له ما عنده مش غير بالغ سن الرشد، حتى لو كان الموهوب له حملا يعني مازال جنين، ممكن ان يعني شخص يوهب له شيء لهذا الجنين اللي راه في بطن في هذه الحاله. الشرط الاول ديانا اللي هو القبول يسقط. نعم، انه يكون جنين، هنا تكون الوالده ديالو ممكن يوهب له، بشرط فقط انه هذا الجنين بعدها يزيد حي فقط. قلنا هذا شرط ليكون في الواهب. كذلك هناك شروط اخرى يجب ذكرها، انه الحيازه مثلا، اذا انت وهبتي لي شيء معين يجب ان تخليني نحوزه، ان املكه واحوزه، ماشي غير بالهضره، ما يكونش يعني غير بالكتاب يعني او غير ذلك، توهبي لي وبعدها لا احوز هذا الشيء. كذلك شرط مهم ومهم جدا، هذا الشرط هو شرط الشكليه خاصه في العقارات. يجب أن تكون هناك شرط ما يسمى بالرسمية، أي أنه عقد الهبة لا يتم كما نقولوا ورقة نكتبوها بيناتنا ونقولوا أنا أهب لفلان شيء معين، لا، عقد الهبة يجب أن يكون بشكل رسمي، يعني الطرفين يجب أن يتجه إلى الموثق والموثق يقوم بتحرير عقد الهبة، وهذا العقد يجب أن يسجل، وكذلك يجب أن يشهر لدى المحافظة العقارية كما يقولوا بالعامية، يقولوا دار تراب، يجب أن يشهر. بالتالي لازم الشروط تاع الرسمية